نقول المباراة فاتت إلا مع الصفرة النهائية للحكم، ولكن إذا تواصل هذا الساعة تبع الهجوم لصالح الترجي التونسي، والكرة داخل منطقة الجزاء، وفرجاني ساسي، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح الترجي عن طريق الفرجاني ساسي بعد سلسلة من المراوغات في 39 دقيقة لعب بالضبط في الشوط الثاني، يعني الدقيقة 84 في المباراة. الترجي يضعف النتيجة دقيقة 84، فرجاني ساسي سلسلة من المراوغات يستعمل كل الإمكانيات الفنية داخل مناطق الجزاء، ثم بتسديدة ما كانتش قوية إغالة الحارس بلال السويسي. أمامكم الإعادة لهذا، شوفوا الإعادة أمامكم لهذا الهدف، وبعد سلسلة من المراوغات يخلي الكرة على يسار الحارس بلال السويسي في الدقيقة 84. إذن الفرجاني